شكرا يا احمد، وبنرحب بمشاهدينا مره تانية. ووصلنا لحوارنا الاخير النهارده والشباب والابداع. دايما لما نتكلم عن الابداع بنتكلم عن الشباب، بيبقى مرتبط الى حد كبير بيهم، لانه الشباب بتكون عندهم الاحلام واجنحتها بتكون لسه زي ما بنقول مع الكرييشن او الابداع ما بتلحقش تصطدم بالواقع، فبيبقى عندهم أفاقهم عالية جدا وملهاش حدود للإبداع. المهرجان الأول للإبداع اللي بتستضيفه دار الأوبرا المصرية وتحت رعاية وزير الثقافة دكتور حلمي النمنم واللواء دكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق ودكتور هويدا مصطفى عميد المعهد الدولي العالي للإعلام. المهرجان بيتنافس فيه أفلام روائية، حوالي 65 فيلم روائي قصير ودوكيومنتريز أو أفلام تسجيلية وبرامج وإعلانات بعد التصفيات النهائية من لجنة المشاهدة لجنة التحكيم في دورة الفنان المرحوم ممدوح عبد العليم تحت شعار وما يزال الإبداع مستمرا. أنا هقولها ما يزال لأنه هو الشعار ما زال الإبداع مستمرا. معانا في الحوار بيشرفنا دكتور نسرين عبد العزيز مدرس الإعلام وعضو اللجنة الفنية بالمهرجان. دكتور صباح الخير. أهلا بحضرتك. هو المهرجان الشعار بتاعه صح وما زال الإبداع، وما يزال الإبداع مستمرا، بس أنا مضطرة أقولها عربيا ما يزال لأنه ما فيش حاجة اسمها ما زال، هي ما يزال، بس انا يعني انا اسف هغير الشعار معلش اصلا ما كان شغال بقاله كذا يوم يعني لا ما ده مش هيوقف المهرجان. خلينا يا ريت نتعرف من حضرتك انه فعلا المهرجان الاول الشباب يكون دورهم ايه فيه وفي الافلام اللي بتعرض وكده. تمام، خلينا نبتدي. ده كان اول مهرجان المعهد عندنا بدا بيه، كان هدفه ان هو يدعم الشباب يخليهم دي مشاريع تخرج مشاريع هواة. هو دايما كان بيعرض المشروع بتاعه خلال لجنة التحكيم الاوية بتاعته المعهد. تمام كده، ما حسش بقى ان هو لما يعرضه خلال شاشة السينما ان عدد كبير جدا من الجماهير هيتبدأ تتفرج على العمل بتاعه، ده هيديله ثقة بالنفس وهيديله ثقة في نفس الوقت. هيحس ان انتاجه الجمهور بيشوفه، في نفس الوقت احنا كده بنديله فرصة ان هو ينتشر بشكل كبير. تمام كده. هو حاجة تانية ان احنا طبعا خلال فترة المهرجان بيبقى معانا مخرجين ومقدمين برامج ومعانا فنانين، طبعا هم بيشجعوا الشباب بشكل كبير، فلما بيشوفوا انتاج كويس وارد ان هم ياخدوا الطلبة دول ويبدأوا يدربوهم او يتبنوهم، فاحنا كده بنديهم فرصة برضو للعمل برضو. طيب اسمح لنا، احنا معانا تليفون من لسه مش معانا، التليفون هيكون جاهز مع دكتور فاتن تهامي امين عام مهرجان الشباب، هنعرف منها ايضا وهتشاركنا في الحوار. طيب المهرجان السنه دي بيهدي دورته للفنان الراحل العظيم ممدوح عبد العليم، واكيد رحلته الفنيه كبيره جدا ومحطاته الفنيه كبيره جدا وتقديرا لدوره، لكن كتير احنا دايما ما بنشوفش تكريم للفنانين غير بعد ما بيموتوا، اذا كانوا لما بنفتكر نهدي لهم دوره من مهرجان او نعمل لهم اي شهاده تكريم او ما الى ذلك. فحضرتك تكلمينا عن الدوره دي واهدائها لي، ورايك ان احنا ما بنكرمش الفنانين مع الاسف غير بعد رحيلهم. بالنسبة لاختيار الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، كنا عايزين الدورة تهدى الفنان، احتارنا كتير قوي لحد ما دكتور هويدا مصطفى واستاذة فاتن بدأوا يفكروا طب نعمل ايه، فلقينا ان ممدوح عبد العليم كفنان خلوق محترم يستحق ان يكون الدورة ديت مهداة لي، لانه هو كنتوا بتدوروا على رمز فني، رمز فني محترم فعلا، لان حضرتك ده مهرجان اكاديمي فلازم يكون له ثقل من الاحترام. طبعا. ممدوح عبد العليم فنان له اعمال هي تعتبر مش كثيرة بالنسبة لابناء جيله، لكن كل فيلم او كل مسلسل علامة صح، وخلقيا واخلاقيا زي ما حضرتك بتقولي هو مثال وايديال زي ما بنقول. الفنان مش بس اعمال واعمال فنيه وخلاص، ولكن انه خلقيا يبقى برضو مثال للناس. تمام، يكفي ان هو كان مقل في الفتره الاخيره انه ما كانش يلاقي سكريبت، ما كانش يلاقي مسلسل، ما كانش يلاقي فيلم يطلع فيه او له هدف ان يقدمه للجمهور. تمام، ده بالنسبه لممدوح عبد العليم، غير ان هو عمل محطات كتيره جدا في حياته اثرت فينا جدا، انتج فيلم برضه كان له ثقل اللي هو سمع هوس، له وضع سياسي محترم جدا، فكان لازم ان احنا نهدي له الدره ديت. في الحقيقه المعهد عندنا عمل فيلم
انتج فيلم لممدوح عبد العليم باقصر الاعمال الفنيه اللي هو ظهر فيها. كمان عملنا كتاب لممدوح عبد العليم باسم المصراوي ممدوح عبد العليم نجم الدراما المصريه، وكان في الكتاب ده سرد لاهم اعماله التلفزيونيه، اهم اعماله السينمائيه، طبعا بيسبقه نبذه طبعا عن حياه ممدوح عبد العليم الى جانب راي النقاد، راي زمايله في الحقل الفني، اشهر تصريحاته، اشهر الكتاب واشهر المخرجين اللي اتعامل معاهم. ده كان زي بيبلوجرافيا كده ممدوح عبد العليم، حبينا نهديها له يعني، نهديها روحه الله يرحمه. اهداء جميل. واسمح لنا، احنا معانا التليفون من دكتور فاتن تهامي امين عام المهرجان. دكتور فاتن صباح الخير، بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، صباح النور. راي حضرتك في المهرجان وانه بيقام لاول مره، مهرجان مهم لابداع الشباب وانطلاقه مهمه جدا انه الشباب يبداوا بمشروعاتهم، مشروعات التخرج كمان، لمشروعات فعليه ازاي تساعدهم فعلا بعد كده في الكارير بتاعهم او في مستقبلهم المهني، واهداء هذه الدوره لروح الفنان الخلوق ممدوح عبد العليم. الحقيقه هو في المهرجان الاول، المهرجان الثالث او الرابع، الثالث او الرابع. بالنسبه ان احنا كنا بنعمله على مستوى الثقافه الجماهيريه ووزاره الثقافه، لكن بالنسبه للمهرجان الشروق هو يعتبر الاول. دي كانت فكره طيبه من الدكتوره هويده مصطفى، لانها كانت بتبقى راعي معانا في مهرجانات الوزاره. تمام. راضي الحقيقه يعني، تحمست لفكره ان نفس المعهد يبقى ليه مهرجان خاص بيه وابداع الشباب، وما اقتصرتش على المعهد بس، بالعكس ادتني حريه ان انا اخد من الافلام المستقله ومن افلام المعاهد الاخرى زي المعهد العالي للسينما، وفلم جميله حتى المحافظات بقى يجينا منها افلام، وفي بعض الكليات تحمست هي كمان انها تعمل مهرجانات لنفسها زي كليه الاعلام في القاهره. وفي نفس التوقيت اللي عرفوا ان الثقافه الجماهيريه برضه ابتدت تعمل برضه مهرجان يعتبر الرابع او الخامس. طب دكتور، واحنا بنتكلم عن ان افلام، في افلام كتيره مشاركه في المهرجان وانه الشباب بيشتركوا فيه، اولا معايير اختيار الافلام، وحضرتك بتقيمي ابداع الشباب ايه؟ الابداع لسه باجنحته بيحلق ولا بداوا يصطدموا بالواقع ولا لسه؟ هو انا اقول لحضرتك حاجه، نعم تقريبا فقدنا الاتصال يعني، عموما الحقيقه الصوت ما كانش واضح بشكل كبير. هنرجع نكلم دكتور فاتن تهامي امين عام المهرجان مره ثانيه، نكمل حوارنا مع دكتور نسرين. وخلينا يعني نفس السؤال اللي كنت بطرحه على الدكتور تهامي، وهو معايير اختيار الافلام الاول المشاركه في المسابقه. هو كان عندنا عدد كبير قوي من الافلام، علشان كده كان لازم يبقى في لجنه مشاهده تبدا تشوف الافلام وتشوف ايه اللي بيرتقي لمستوى التحكيم والافلام اللي هي بتبقى ضعيفه نوعا ما. طبعا الحكم بيكون من خلال الفكره، من خلال الاخراج، من خلال الهدف، من خلال التصوير، يعني موضوع يعني متكامل. تمام. بعد ما بيبدا نلاقي ان الفيلم فعلا يرتقي لمستوى انه يحكم، بتبدا لجنه التحكيم تبدا تشوف الافلام دي وتشوف ايه الفيلم اللي ممكن ياخد جوائز او الفيلم اللي ممكن ما ياخدش جوائز. بس في احنا بنتفق انه في تنفيذ يعني المشروعات دي او الافلام دي بيكون في يعني ناس بروفيشنال او مهنيين في البدايه مع الطلبه، يعني مش هو اللي مش هم اللي بيعملوه فروم اي تو زي. هو مش فروم اي تو زي، دايما بيبقى معاكي مثلا مخرج قوي، معاكي مصور قوي، والطالب بيروحوا لهم بقى من معهد السينما مثلا ولا ممكن من المخرجين. احنا دايما بنستعين بالخبر عندنا في المجال التدريب علشان يطلع الطالب عندنا بروفيشنال. تمام. فاحنا الحمد لله معانا يعني نخبه من المدربين ونخبه من الخبراء في موضوع الاخراج وموضوع التصوير، بيدربوا الطالب وبيشرفوا على المشاريع الخاصه بالطلاب، فده بيخلي المشروع كواليفايد، لان الطالب مهما كان هو بيبقى صاحب فكره، صاحب اداه، بس محتاج التوجيه، بالاضافه طبعا للدكاتره الاكاديميين الموجودين في المعهد، لكن بيبقى عندك جزء شق فني طبعًا. محتاج حد طبعا ايده زي ما بنقول في ايه طبعًا. في مجال الايه العمل، في العمل وفي الشغل نفسه. بالظبط كده. طب واحنا بنتكلم عن التكنيكال سايد او الجانب التقني في الموضوع، ولازم نروح للتكنولوجي في اخراج الافلام والكامز، الكاميرز الاتش دي الجديده وكل التقنيات الجديده، الى اي دور كانت ليها
يعني مساعدة كبيرة في إنتاج الأفلام دي للشباب واستخدامهم ليها كان إزاي؟ طبعا أنت ما بتستخدمي أي أدوات كاميرات أصلا تقنية عالية، ده بيفيد الطالب طبعا، لأن لو كل ما بتبقى تقنية قليلة كل ما بيخلي الطالب بيتعب في تظبيط الفوكس، تظبيط الإضاءة، كل الأشكال ديت، الصورة عندي مش مظبوطة، لو هو مضطر إن هو يصور مثلا بدرجة معينة بالنهار، فكل ده لو أنت معاكي كاميرا قوية هتقدري إن هي تبقى إيه، تبقى أوتوماتيك، فمش هتقعدي تتعبي في موضوع المانوال معاهم. تمام؟ إحنا بنوفر لهم كاميرات على أحدث مستوى علشان يعني حضرتك بتوفروها لهم طبعا في المعهد، مش هم اللي بيروحوا يأجروها بقى؟ لا لا، دكتورة هويدا الحمد لله الاستوديو جاهزة على أعلى مستوى، الطالب بيستعين بكل الأجهزة اللي عندنا، فكل الموضوع عنده الأجهزة جاهزة، عنده فنيين، عنده دكاترة، طب عنده كل حاجة بقى. لا. يعني يقعد يركز كده في كل الشغل اللي هو عايز يشتغل عليه، يركز في الأساسيات الأكاديمية ويبدأ يشتغل. وطبعا في توجيهات كتيره ليه وتحكيم بصراحه، مشاريع التخرج بيبقى برضه على اعلى قدر من المستوى. يعني من هنا زي ما بنقولها يعني اطلق عنان الابداع بقى، يعني بالزبط. يعني تراي تو بي كرييتيف بصراحه. دي كانت الفكره ان احنا نعمل مهرجان بقى نتوج فيه كل اعمال الطلبه بتوعنا والطلبه اللي في الجامعات الخاصه وفي معهد السينما واداب قسم اعلام، عشان كل الطلبه تبدا تعرض مشاريعها ويبقى زي ما احنا قلنا اطلقنا الابداع، ونحفزهم ان مش تعمل مشروعك بس وهتعرضه في الاريا بتاعتك الصغيره، لا ده الجمهور كله هيشاهدوا. احنا عندنا المهرجان 5 ايام، بنبدا من الساعه 6 للساعه 9 بنعرض الافلام المشاركه في المهرجان، والدعوه بتبقى عامه، فانت متخيل انك انت شغلك الناس كلها بتشوفه. طبعا ده بيدي قد ايه ثقه، وبيدي ثقه للنفس بالنسبه للطلاب طبعا. واحنا بنتكلم عن الابداع احيانا بيتعارض مع مش هنقول أجندة معينة، بس هل الموضوعات كان في تحديد ليها ولا الموضوعات كانت تماما تابعة لحرية الطلبة؟ وإيه أهم الموضوعات بتاعت الأفلام؟ احنا جي عندنا عدد كبير من الافلام، بعد ما حضرتك بتشوفيها بتبدأ في المشاهده بتشوفي ايه اللي يرتقي. تمام. عندك لكن في الاول ما بتقولي لهمش المواضيع دي ممنوع التطرق ليها، يعني في ريد لاينز او في حدود، في حاجات طبعا من البدايه الافكار دي بتبقى بتعدي على رئيس القسم. تمام كده بيبدا يحدد، لا يا شباب ده ما ينفعش. طب ما هو ده بيتعارض مع الابداع برضه، في حاجات مش كده، لان انت ممكن تلاقي واحد مبدع ممكن يذهب الى خياله ويطمح بقى لبعيد، في حاجات دينيه، حاجات سياسيه، حاجات لا يعني مش هتفيده بقدر ما هي هتشغل الراي العام بشكل كبير جدا، تبقى مواضيع شائكه زي ما بالظبط، مواضيع شائكه. فليه انا هديله الفرصه لكده، انا اسيبه يبدع بس برضه في الحدود، يعني المسؤوليه، يبقى مسؤول نوعا ما، ما يبقاش الابداع بلا حدود، لان هيبقى له نتائج سلبيه بشكل كبير. يعني احنا بعد كده لما جينا في المهرجان في رقابه بصت على الافلام وبدات تحدد انهي الافلام اللي تجازها، وكل يوم الرقابه بتحدد الافلام اللي احنا بنعرضها في المهرجان. يعني الموضوع في ابداع ولكن ابداع مش هقول مقيد طبعا، لا هقول ابداع محكوم بشكل اخلاقي، لان انت بتعرضي للجمهور فلازم يكون الموضوع اخلاقي. تمام. مش هينفع ان انا اعمل اي شغل واعرضه للناس وياثر عليهم طبعا بشكل سلبي. لو اتكلمنا عن الافلام تقريبا، هل في اي اسماء افلام مثلا ما والله تستحضر ممكن حضرتك اتكلم على حاجه، يعني لان هل في حاجه وقفت يعني استوقفت حضرتك بشكل يعني خاص؟ انا عن نفسي يمكن مش تحيز، يعني عشان المعهد عندي كان نص حالة، وده كان شغل حلو قوي. فيلم نص حالة، الفيلم اسمه نص حالة بالظبط، حلو اسمه كمان، حلو قوي. كانت فكرته لطيفة جدا، يعني فكرة شاب بيشتغل مصور، لكن كان كل تصويره للأشخاص اللي بتعاني في حياتهم، يعني لو مريض بمرض الكانسر مثلا، لو أطفال شوارع، فكان زي ما بتقولي بيبحث وراء الحالات الصعبة ومعاناة الناس، لأن ده برضه دور الكاميرا بالظبط طبعا، وبيبدأ يصور لدرجة إن هو أعصابه تعبت طبعا من كتر ما هو شايف المعاناة اللي فيها البشرية بشكل عام واللي فيها بلده، فبدأ إن هو مش عارف يعمل إيه، يعني هو غصب عنه لازم بيصور، ده التالنت بتاعه، بس مش قادر يستوقف نفسه، ده اثر على حالته النفسيه. فكانت فكره جميله جدا، شفنا فيها قد ايه ان في معاناه على كافه المستويات، لو طفل الشوارع قد ايه بيبقى عنده معاناه، لو طفل مريض بمرض وحش قد ايه عنده معاناه، لو سيده تعبانه ومش عارفه تلاقي علاج قد ايه عندها معاناه وبتبكي، كل ده طبعا انا بالنسبه لي متحيزه عشان ده كان انتاج معهد عندنا، فمتحيزه لنص حاله بصراحه. انا عجبني من اسمه نفسه ومن بالزبط. الحاله نفسها اللي حضرتك اتكلمتي عنها، ففعلا
شابو ولطموح الشباب وابداعه. ويعني احنا بنقول لكم يعني جو هاد واستمروا يا رب ان شاء الله. احنا دايما ننمي ابداع الشباب من غير ما يكون في كتير برضو ليميتس بقى او ريد لاين عشان ما يتصدمش كتير برضو مع الابداع، لان في كده اختراقات بتحصل بالظبط. دكتور نسرين عبد العزيز مدرس الاعلام وعضو اللجنه الفنيه بالمهرجان، نشكر حضرتك جدا، بشكرك جدا، مزيد من النجاح ان شاء الله والتوفيق. تعزمونا بقى كمان على ان شاء الله في تقام بقى كمان تحتاج ان شاء الله ونزيع منها فعلا حاجات ان شاء الله. اكيد في تجارب من دي بتستاهل ان شاء الله ان شاء الله. نشكر حضرتك جدا. كل شكر لكم ايضا مشاهدينا على المتابعه، وبنتمنى لحضراتكم يوم سعيد، ومحطتنا الاخباريه واخبارنا مستمره معاكم على مدار اليوم، وابقوا دائما معنا. النيل الاقرب اليك، تحياتي.